مئة الكريستال هذه تكشف ما يخبئه لكم المستقبل. المسألة التي تفكر بها، هل ستصبح غنيا أم لا؟ اهتم بتجارتك وستصبح غنيا خلال أيام. رائع، سأخبر زوجتي. والآن دوري. هل المنجم هنا؟ كرة الكريستال تكشف لك القليل مما يخبئه لك المستقبل. أنت يا سيدي تبدو مصابا بمرض السكر، ولا يمكنك الشفاء منه إلا إذا امتنعت عن التهام السكاكر والحلوى. سلام. التالي. ماذا؟ أريد معرفة اسم الرجل الذي سيتزوجني. اسم زوجك؟ هذا لا يمكن. تريد المزيد من المال؟ لا 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 أبدا. أخبريني أيتها الكرة عن الرجل الذي سيتزوجها. بيل بروكسوم بيل بيتوم راب راكوم بيل بيتوم راب. حسنا، ماذا ترى؟ أين يسكن وما هو شكله؟ انتظري قليلا. لقد بدأت أشك في معرفتك ما يجري في المستقبل. تكلم. اخرجي من هنا حالا، انه يقف امام الخيمة. هيا اسرعي قبل ان يذهب. حقا؟ لا تضيع الوقت، اذهبي بسرعة. هيا. انتظر انتظر من فضلك، اخبرني المنجم انك تبحث عني. ما رأيك في ان تأتي الى ابي وتطلب يدي منه؟ انها مصادفة غريبة حقا. تنبأ بنجاح فتاة وتفوقها في الدراسة، وهذا ما حصل بالفعل يا أمي. ليس من الصعب أن يتوقع ذلك، فالفتاة مجدة في دراستها، وقد حصلت على المرتبة الأولى بفضل تعبها ودراستها المتواصلة، وليس كما تقولين. وقال أيضا أن السيدة فانتين العجوز سوف تمرض. ألم يحصل هذا؟ صحيح، إنها مريضة الآن. ولما الاستغراب؟ جميع الكبار في السن معرضون للمرض بسرعة، ولا سيما إذا تبدل الجو فجأة. إذن المنجم لم يتفوه بشيء غريب. والآن يكفي. ألا يمكن أن يكون هذا الرجل محتالا يا كاترين؟ هيا خرجا من غرفتي، أريد أن أستريح قليلا. حسنا يا أمي. في الحقيقة لقد زالت شكوكي عنه، ولا سيما أنه توقع زواج ابنة الخباز البدينة. كاترين انتظري. قلت ابنة الخباز؟ بالطبع يا أمي، هل تذكرينها؟ تلك التي قلت عنها مرة انها لن تجد زوجا ابدا، لانها لا تفكر الا في بطنها وطعامها. لكنها استشارت المنجمة فاخبرها عن زواج قريب لها، وهذا ما تحقق. والان يا امي، ما رأيك؟ ألن تسمح لنا باستشارته؟ ساندريلا! ساندريلا، أين أنت؟ أجيبي. نعم، ها أنت هنا إذن. لماذا لم تجيبي من فورك؟ آسفة يا خالتي، كنت منشغلة. ساندريلا، اذهبي إلى المدينة وأحضري ذلك المنجم الغريب الذي يعمل على كشف المستقبل للناس. المنجم؟ نعم. حاضر. لقد سمعت عنه، جميع الناس يقصدونه الآن. وأنت ألن تذهب إليه؟ أنا لا أثق بهؤلاء المنجمين، المستقبل لا يعلمه إلا الله. تأخرنا، علينا الذهاب الآن والبحث عنه في كل مكان. لقد وصلنا. شكرا جزيلا لك. لا شكر على واجب. هيا. تمهل قليلا يا بيلوس. لا تتابع يا بيلوس. جائع جدا، لكن ما تفعله غير لائق. هيا توقف. رائحة ذكية.
ستلحقون بي. هل تريدون شيئا ما؟ ما بك يا بيلوت؟ هيا لنذهب من هنا. جائعون؟ البائع قريب، إنه هناك. لم أحضر كيس نقودي. من فضلك أعطي هذه الحيوانات بعض الكستناء أيها الشاب الطيب. ماذا؟ أنا لا أوزع طعامي على الآخرين، ولا سيما على الحيوانات. ليس بالذي حيلة يا صديقي، هيا بنا نتابع البحث عن المنجم، فعلينا إيجاده بسرعة. المنجم؟ انتظروا، إذا كنتم تبحثون عن المنجم فإنني أعرفه. لا لا يا ساندريلا، أرجوك لا تثقي به أبدا، إنه يسخر منا. أعرفه جيدا، لكن ذلك المنجم العجوز قرر أن ينجم لأصحاب الثروة فقط. لدينا المال لندفع له. إذا قولي أين تسكنين وسأرسله إليك. صدقيني. إذا أنت كاتب. لدي إحساس بأنه سيرسله إلينا. أنت فتاة طيبة جدا، عليك الحذر أكثر. أرجو أن لا يكون الشاب كاذبا حتى لا توبخك خالتك. هذا ما أرجوه أنا أيضا يا أصدقاء. والآن علينا العودة إلى المنزل بسرعة كي لا نتأخر عن تحضير العشاء. هيا. أريد أن يكشف عن مستقبلي أولا. لا يا جانب، أنا الكبيرة وأنا أولا. غير ممكن، فأنا التي تحدثت في البداية عن توقعاته للمستقبل. يكفي هذا، الأمر ليس مهما فالنتيجة نفسها. ساندريلا، متى سيأتي ذلك المنجم؟ هل وجدته حقا؟ لم أجد. يا إلهي، لقد ضاعت أحلامي وأمالي جميعها يا أمي. ساندريلا. خالتي، سيرسله شاب إلينا. ماذا قلت؟ المهم متى سيأتي. كلما ذهبت إلى المدينة تلتقين بأناس غرباء لا أحد يعلم عنهم شيئا. هل تستطيعين القول من هو ذلك الشاب يا ساندريلا؟ عفوا، هناك زائر على الباب يا سيدتي، هل أدخله؟ من هو؟ أتعرفه؟ إنه رجل عجوز ولم يفصح عن اسمه، ويدعي أن شابا قد أرسله إلينا بالذات. شاب؟ أنا المنجم المطلوب، وتوقعاتي جميعها تأتي من كرة الكريستال هذه. إذا فهمتن معنى التوقعات التي سأخبركن بها بوساطة هذه الكرة، فإن حياتكن ستكون سعيدة وممتعة. سوف أبدأ أنا. لا أبدا، سنرى. أنا أولا. إنني متعب. أمي، لم أسمع ماذا قال المنجم. ما بك؟ قلت إن الطريق إلى هنا طويلة ومتعبة ولا أستطيع التوقع اليوم. هل لديكن الطعام؟ أنا جائع جدا. عفوا، ماذا قلت يا سيدي؟ الغرفة الطعام من هنا. رجلا عجوزا ومزعجا أيضا. ساندريلا، أعدي له الطعام، ولكن دعيه يأكل في المطبخ، فأنا لا أتحمل رؤيته في غرفة الطعام. هل هذا مفهوم؟ كما أنني لا أريده أن ينام في غرفة الجلوس. حسنا، لقد فهمت. المزيد. حسنا، إنه نائم. نعم، فهذه هي المرة الخامسة التي تملأ له صحنه. ستمرض إذا أكلت كثيرا. إنني لم أكل منذ زمن بعيد يا آنسة. ها؟ اعذرني يا سيدي، إذا أردت النوم فهناك غرفة على السطح. أين ستنام ساندريلا إذا أعطته غرفتها؟ تفضل، هذه غرفتي الصغيرة يا سيدي، أرجو أن تكون مريحة لك. وأنت أين ستنامين؟ لا تقلق عليك، أنا معتادة على ذلك. لدي أعمال في المطبخ. أحلاما سعيدة، تصبح على خير. فتاة غريبة. حسنا، إذا غدا نبدأ عملنا ونكسب من الفتاتين. يا
جيد. هذا كل شيء. هيا يا سيدي أرجوك أنظر بتمعن أكثر. ليس هناك أشياء أخرى، ولن يتزوج النبيل شارل أيا من الاثنتين. أويتك وأرحمتك حتى تقول هذا في النهاية؟ أنا لا أقول شيئا يا سيدتي، كرة الكريستال الحكيمة هي التي تقول. حسنا انتظرني. أنا قادمة. ماذا هناك؟ لا شيء لا شيء. أين هي؟ ألم تري أن المنزل يحتاج لتنظيف؟ هيا امسح الأرض جيدا قبل إعداد الطعام. لكن هذه اللعبة الذكرى الوحيدة الباقية من أمي. ألم تسمعي ما قلته؟ اذهبي بسرعة. هذه الدمية غالية الثمن، إنها لك. شكرا جزيلا. والآن اسأل كرة الكريستال ثانية، هل من جديد؟ حسنا يا كرة الكريستال، اكشفي لي عن مستقبل هاتين الفتاتين، هذا لا يصدق أبدا. ماذا هنالك؟ يبدو لي أنك ستصبحين من النبيلات. أمي هل سمعتي؟ وأنا ماذا عني؟ أنت أيضا ستصبحين من النبيلات. هذا رائع رائع، ما أروع هذا. سانتريلا توقفي عن البكاء أرجوك. سنعمل ما بوسعنا لتستعيد دميتك الموسيقية، لا تبكي أرجوك. أشكركم جزيلا، لن أنسى ما تفعلانه، ذكرى أمي الغالية ستبقى مرسومة في ذاكرتي مهما حصل. سنطلب منه أن يعيد لك الدمية. صحيح، لا تتنازلي عن حقك. أنتما على حق. بيير اصطحب هذا السيد. حاضر سيدتي، تفضل. أشكرك يا بني. مع السلامة يا سيدي. شكرا. يكفي بيلوس، توقف. سنلحق به. لن تستطيع. اعتمدي علي. يا للعبقرية، من فكر في هذا؟ شوشو وبانجو. سأكافئهما وأحضرهما شيئا لذيذا. وأنا بالتأكيد. ما بك؟ هيا يا سندريلا ابتسمي. لماذا تنزل هنا يا سيدي؟ علي أن أوصلك حتى المنزل. لا أشكرك. أنا متعب. هذا لا يمكن. لا، لن أشفق عليها.
فهي تعيش في بيت مع أسرة وتستطيع شراء دمية أخرى. حسنا، ماذا سأبيع اليوم؟ هذه الزهرية. أنا وشوشو أسفان، لقد تبعناه حتى اختفى. كان يركض بسرعة عجيبة، لم أتخيل أن رجلا عجوزا مثله يركض هكذا. صحيح، كان يتحرك في جميع الجهات برشاقة. حسنا، لقد جاء دوري الآن. اترك الباب يا ساندريلا. هيا ساندريلا، نحن معك. ألست الشاب الذي رأيته؟ أنا لا أعرفه. كيف حصلت على دميتي؟ صديقي المنجم جون هو الذي أهداني إياها وأصبحت لي. إنها الذكرى الوحيدة المتبقية لدي من أمي، أعدها أرجوك. سوف أعطيك أي شيء تطلبه مقابل أن تعيد الدمية. إنها لي، ربما أحتفظ بها وربما أبيعها وأشتري طعاما بثمنها. لماذا تفعل هذا بي أيها الشاب وتعذبني؟ ألا يوجد في قلبك رحمة؟ لا، لا يوجد لدي. أنا جون الماكر الذي يمتلك دمية موسيقية جميلة. حقا إنك ماكر جدا. لهذا الصبي رائحة هي رائحة المنجم نفسها يا ساندريلا. كم هذا غريب. من يسكن هنا؟ المنجم بالتأكيد. ماذا تفعلين؟ قل لي ما هذا. لحية ورداء كما ترين. عرفت الحقيقة، فالمنجم لا وجود له، أنت الذي يخدع الناس. ما هذا الكلام؟ هذا المنزل ليس منزلي ولا أعلم شيئا عنه. من الأفضل لك أن تقول الحقيقة. حسنا، سأقول لك كل شيء. الحكمة تقول كذب المنجمون ولو صدقوا، هذه حقيقة يجب أن لا ننساها. أستخدم اللحية والرداء ليصبح لي شكل المنجم، وبعد ذلك أبتدع التوقعات وأطلب من الناس أشياء ثمينة مقابلا لها. قلت لك كل شيء. اتركيني، لن أهرب، لن أذهب معك إلى أي مكان. عليك أن تقول الحقيقة لخالتي وابنتيها وأن تعيد دميتي إلي. حسنا، خذيها، إنني أعيدها إليك الآن. سأشتري واحدة أخرى من السوق. سأتحدث إلى خالتك وسأخبرها بكل شيء. انتظر، لن تقتنع خالتي إلا إذا رأتك بثياب المنجم. ماذا هناك؟ كشفت كرة الكريستال تفاصيل مهمة تخص مستقبل ابنتيك، لذلك فضلت أن آتي وأخبرك بها. ما هي التفاصيل؟ أخبرني بسرعة. لا أحد يستطيع التنبؤ أبدا. أستطيع القول إن مستقبل ابنتيك متعلق بعقليهما. إذا فأنت كاذب حتما. رائع، ممتاز. خرجت من بيتها دون صراخ أو صفعات، ما أحسن هذا. أعدك بأنني لن أخدع الناس ثانية. كنت محتاجا إلى المال، لكني سلكت طريقا غير شريف للحصول عليه. هذا سيء يا جون، فمن المستحيل أن يعرف الإنسان المستقبل. هذا صحيح، فالمستقبل لا يعلمه إلا الله وحده، والتنجيم كله كذب. تفضل، لقد أحضرت لك بعض الخبز والجبن. شكرا. ساندريلا، انتبهي على نفسك، إلى اللقاء. أرجو لك التوفيق. أعتقد أنه تعلم درسا مهما. نعم. ما موقف خالتك الآن يا ساندريلا؟ اسمعاني جيدا، من اليوم فصاعدا ستقرآن كثيرا، وعليكما أن تتعلما التصرف بحكمة وذكاء.